النادي الاهلي النهارده كان بيلعب مباراه مع الدفاع الجوي، اهم مكاسب هذه المباراه طبعا بسرعه كده مكاسب مهمه جدا النهارده. كنا بنقول دايما او كانت نقطه خلافنا دايما مع بيتسو موسيماني ان هو ما بيعملش مباريات وديه، كان لازم يبقى انت عندك مباريات وديه عشان تجهز البدله، اللعيبه بتاعتك تكون جاهزه. ده اللي بيحصل دلوقتي، بنشوف بعض المكاسب من المباراه بعض اللعيبه. يعني النهارده مثلا لو استعرضنا الاهداف هتلاقي ابرز المكاسب النهارده في المباراه، الهدف الاول مثلا سجله زياد طارق، واحد من الشباب، انت بدات الطعم بالشباب، بتشوف زياد طارق بيسجل. لعيب موهوب جدا، لعيب كويس، لعيب كويس جدا، وجناح شمال وبيخش لجوه وبيكمل كويس. لعيب كويس يعني ينتظر مستقبل جيد، لعيب يعني بروميسنج ينتظر مستقبل كويس جدا. عندك الهدف طبعا اسيست صلاح محسن، الهدف الثاني بيبين لك تكمله الظاهرين اللي قدام، محمود وحيد ناحيه الشمال بيعمل العرضيه وتكمله كريم فؤاد. احنا عندنا في الفتره دي مشكله شويه في الظهير الايمن، النهارده بتجرب لعيب زي كريم فؤاد، بتديله حساسيه ماتشات بتكسبه، فدي حاجه مهمه جدا عشان مباراه كاس مصر، خاصه ان احنا داخلين عندنا 2 دوري وعندنا كاس مصر وعندنا 2 سوبر الامارات، فانت عندك 5 بطولات. تمام. الهدف الثالث النهارده بتشوف ضربه ركنيه بيعمل الاسيست مين؟ محمد محمود في المركز 8 اللي قدم ماتش كويس جدا. مين بقى اللي بيسجل؟ حسام حسن اللي هو كان في الفتره الاخيره. النهارده لما حسام حسن يجيب جونين انت كده المباراه الوديه دي زي ما بنقول، وخاصه كمان قناه الاهلي بتذيع المباريات ديت، يعني ايه بتنجم اللعيبه دي، بترجع واحد زي حسام حسن كان ممكن مثلا يمشي، النهارده بيجيب جونين، لا ده هيقعد بيخش تاني في فورمه المباراه، يعمل منافسه ما بين حسام حسن وما بين محمد شريف وما بين صلاح محسن. النهارده كفه حسام بعد ما جاب الاجوان بتزيد. الهدف الرابع برضو بنشوف تدخل وخبرات طبعا وليد سليمان في القطع والضغط، بيكمل حسام حسن، شوف الاستلامه ما بين الاثنين المساكين والعرضيه من وليد سليمان، بيستلم وبيحط. اذا حسام حسن مكسب، بيجيب جون بالهيد وجون بالقدم، اذا ده واحد من اهم المكاسب في المباراه. الهدف الخامس بقى بص، ده الهدف الرابع بتاع حسام حسن، حطها حلوه جدا في الزاويه الضيقه. الهدف الخامس لو عرضناه، الهدف واحد من اهم اللعيبه وواحد من احسن اللعيبه الصاعده برضو، محمد اشرف الباك ليفت، النهارده بتجهز حسين الشحات واحمد عبد القادر، بتنزلهم في اخر دقايق. بص محمد اشرف الباك ليفت ده برضو واحد من اللعيبه البروميسنج الصاعده، انت النهارده بتدور على بديل لعلي معلول. فانت في الفتره دي عندك لعيبه شباب وعندك لعيبه خبرات وعندك لعيبه بديله عايز تجهزها، فاللعيبه الشباب دي انت بتعمل ايه؟ بتشوف هل في لعيب ممكن يكمل معاك ولا هتعيره؟ ما النهارده محمد اشرف ده لما بيظهر سعره بيزيد. طبعا انا لما اجي اعيره كنادي اهلي هطلب فيه 3 4 مليون اعاره مثلا ولا 5 مليون على حسب ما يطلبوا، بس هتطلب فيه سعر كبير. مش 10 يعني؟ يعني مبلغ كبير يعني. النهارده محمد اشرف، زياد طارق، لما يجي انديه كلها بتشوفه وقناه الاهلي بتذيع الماتشات، هتيجي يقدر يعمل كليب او يقدر يسوق نفسه بشكل كويس زي عبد القادر كاعاره، زي احمد عبد القادر، برافو عليك، لما طلع اعاره وطلع وتالق ورجع. النهارده اللعيبه كوكا عامل ماتش هايل، احمد نبيل كوكا تالق في مباراه انبي، قدم النهارده مباراه هايله، بتغير طريقه اللعب. هي اللغز الوحيد بس او نقطه الاعتراض الوحيده هي طريقه لعب 4-2-2-2، صراحه الطريقه دي مفضيه وسط الملعب بتاع النادي الاهلي، وهي كانت واحده من اهم الاسباب واحده من اهم الاسباب اللي خسرتنا النهائي الافريقي فنيا. الطريقه اعترض كتير انت احمد الاربعه ولا ايه يا عم كريم؟ بيعترض كتير. لا هو بيقول لي عشان عايز هو اللي ما كانش موافق. انا هو بيقول ان انت بتقول والله انا قلت في النهائي لازم نلعب بثلاثه ارتكاز، لازم في ظل الاجواء الجماهيريه وظل الاجواء دي لازم تلعب بعمرو السوليه وديانج وحمدي فتحي. النهارده لما بتلعب باثنين عملت لك مشكله في العمق الدفاعي. انا على فكره مش يعني انا مش من محب ان انا العب بثلاثه حتى في مباراه الوداد، وجهه نظري صح. مباراه الوداد صح. انت اعلى فنيا صح، اتغلبنا ووحشين بس كمل بس ماشي. اتغلبنا ووحشين وكل صح. حاجه صح، واتغلبنا اهو ووحشين صح. وخسرنا البطوله وكل حاجه صح, صح. حقيقه لما تيجي تقارن ما بين لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه نادي الوداد مع كامل الاحترام صح. لا فارق جيد، مش هقول كبير قوي، لكن فارق جيد ليك. لكل لاعب او للنادي الاهلي صح، يخليك تبقى انا شخصيا ما كنتش قلقان قوي مليون في المية كام صح، لانه المباراه كانت ممكن تبقى افضل من كده بكتير لو اللعيبه كلها في مش هقول لك 100% من مستوى 100% مستوى كنت هتكسب وتعمل مباراه عاليه جدا، لكن لو اللعيبه 60 50 60 من 50 ل 70% كنت ممكن تقدر تكسب هذه من وجهه نظري. انا اختلف بقى فضل. انا شايف ان انت مباراه نهائيه. هو الوداد عمل ايه؟ معلش فكرني كده. الوداد 4-1 4-1 سد لك الكوره، ساب لك الكوره
عمل ايه؟ افتكر كده هجمه اتعمل لا ايه غير الجولين اللي دخلوا؟ جولين ما هو ما هي النهايات احنا قلنا تكسب ولا بس تلعب. بس هي صح احنا قلنا كده. قلنا ان احنا لازم مزبوط. نلعب دفاع منطقه زي ما ريال مدريد. طب ما هو ريال مدريد وليفربول عملوا ايه صحيح؟ ليفربول فضل مهاجم وريال مدريد اللي كسب. هي المباريات دي تدافع مستحوذ كمان مش مهاجم. فضل مستحوذ وبيهاجم. انت النهايات دي تكسب ولا تلعب. فعشان كده كنت شايف ان 3 ارتكاز هتديك حمايه، خاصه ان احنا شفنا التسديده اللي في اول دقايق في العارضه من منطقه العمق، كره الهدف من العمق، يعني واضح ان كان مشكله خاصه ان احنا اصلا عندنا مشكله بقى لها فتره في البيلد اب بتاعك، في بناء الهجمه بتاعتك مش حلوه، ده بسبب ان انت تمام 3 ارتكاز هتديك حل. ان شاء الله نتدارك هذه الاخطاء في الدوري والكاس، الكاس القديم والكاس الجديد باذن الله. ان شاء الله.